ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وتكون أموركم كلها طيبة وبخير. النهاردة عاوز أخدكم في موضوع شيق، وهو موضوع ايه اللي بيعمله الشخص أول ما يوصل كندا علشان يواجه البرد، عشان يواجه التلج والبرد، خصوصا لو هو جاي في الشتاء. تشتري ايه؟ تعمل ايه؟ الحاجات دي. الموضوع ده انا ما لقيتش حد اتكلم عنه قبل كده، وعشان كده عاوز ان انا اخده واتكلم فيه النهارده باذن الله. خليكم معايا. طيب، ايه اهم حاجه بنختارها واحنا بنجيب لبس الشتاء؟ اول حاجه طبيعي، فكروا معايا كده، ايه هي؟ سيبكم شويه تفكروا. طبيعي ان انت اول حاجه عاوزها وانت بتشتري لبس الشتاء في كندا هو الجاكيت، طبيعي يعني. طب ايه انواع الجواكت، واختار الجاكت ازاي المناسب ليا في كندا يعني. انواع الجواكت في كندا هي نوعين، نوع او نقدر نقول 3 انواع، نوع ريش ونوع اومني هيت ونوع ميكس، بيبقى ما بيكس ما بين الاثنين، اومني هيت، تكنولوجيا الاومني هيت، وكمان معاها موضوع الريش ده. خلينا بقى اقول لكم ازاي تختاروا الجاكت المناسب وناخدها واحده واحده. مشكلة التلج في كندا هي مشكلة الهواء، يعني التلج نفسه احنا اتعودنا عليه خلاص، بس المشكلة الحقيقية اللي انا بشوفها في كندا هي الهواء، درجة الهواء. انت ممكن درجة الحرارة تبقى -3 او 0 وتلاقي الفيلينج بتاعها -13. ليه؟ بيبقى في هواء شديد بيجي، الهواء بيسحب التلج، بياخد الهواء معاه البرودة وتيجي تلفحك في وشك. دي بتبقى بتلاقوها درجة الحرارة -4 أو -3 على الأبليكيشن بتاع الموبايل، وتلاقي ريل فيل مكتوبة عندك -13، ده معناها. فأهم حاجة وأنت بتختار الجاكيت إن يكون الجاكيت حاجتين، ووتر ريزيست، إن هو بيقاوم المية، ما يكونش بيشرب المية. تاني حاجة إن الجاكيت يكون بيقاوم الهواء، ما يدخلش هواء، لأن لو الجاكيت بيدخل هواء فانت مهما كان الجاكيت كويس انت هتبرد. تمام، خلونا ناخد اول نوع من الجواكت اللي هو جاكيت الريش او بيسموه الجوس. تمام، الجاكيت ده بيكون كامل بالريش. اهم حاجه في اختيار الجاكيت ده ان انت درجه الحراره بتاعته عشان يقاوم التلج، نسبه العزل بتاعته 550 درجه، ودي بتبقى مكتوبه على الديسكريبشن بتاع الجاكيت. خلينا نكون متفقين، ماينس 30 او ماينس 20، ماينس 30 يعني، ماينس 30 20، ماينس 20 كتير شويه برضه، بس ماينس 30 دي انت بعدها مهما كنت لابس مش يعني غالبا جسمك مش هيقدر يقاوم 10 دقائق بالكتير. فعشان كده يفضل ان انت دايما تكون في جو متدفي، ودي مش بنوصل لها كتير في المقاطعات العاديه، خلينا نكون متفقين على كده. بنوصل لها بعض الايام بس مش ده الطبيعي. حاجه تانية هنا في كندا ان الدنيا لو بتمطر فده بيخلي الجو دافي، الشمس لو طالعه ممكن ما تحسش ان لها تأثير، بس فعليا بتفرق، اول ما الشمس بتغيب بتحس بالبرودة. فوجود الشمس ده حاجة سبحان الله مهمة جدا في السماء، ما يكونش الغيوم حاجباها، وكمان المطرة او التلج ده بيدفي الجو جامد جدا، او تكون على جو ساحلي، تكون على بحر، على خليج، ده بيفرق جامد جدا. بيبقى رطوبة عالية شوية، بس فعليا بيفرق معاك في التدفئة بتاعة المكان، بتحس ان المكان ادفى من اماكن تانية كتير. فدايما وانت بتشتري جاكيت هتلاقي فيه تصنيفين للجواكت على الويب سايتس بتاعت الحاجات العالميه. انا ممكن هنا فاتح الحاجات العالميه مفاتح المواقع وكده، هتلاقي تصنيفين، عندك الداون ده اللي هو الريش، وعندك اللي هو الانسيوليتد. انسيوليتد دي اللي هما بيستخدموا فيها تكنولوجي اسمها الاومني هيت، ان هو بيكون مدفي الجاكيت من جوه بتكنولوجيا، وده ميزته حاجه، انت ما بتستخدم الريش في الجاكيت ده بيخلي الجاكيت تقيل، فانت بتبقى ماشي شايل وزن عليك، وده انا مش بحبه عن نفسي. انا عندي ان انا استخدم جاكيت خفيف وفيه تكنولوجيا بتدفيني. طبعا الجاكيت اللي انا لابسه ده جاكيت عادي، مش جاكيت تلج، بس دي ميزه قويه جدا ان انت الجاكيت بيبقى خفيف في الاومني هيت، وفي نفس الوقت انت قافل الجاكيت وانت حاسس ان انت مش حاسس باي حاجه، حتى الهواء بيجي الجاكيت عزل الهواء، والمطر عشان ساعات بيبقى مش تلج، ساعات بيبقى المطره نازله عليك. في بالمناسبة جواكت للمطر، لأن في سيزون في كندا للمطر، يعني في حتت زي بريتش كولومبيا أصلا ما فيهاش تلج كتير جدا، فغالبا بيلبسوا بس جواكت مطر، هو مش بردان قوي، درجة الحرارة بتبقى 16 17 15 12، مش عالي، مش تحت الصفر يعني في معظم السنة، فغالبا بيلبسوا جواكت بس للمطر. لكن بقيت كندا أنت غالبا بتجيب جواكت الشتاء وجواكت المطر في سيزون المطر يعني. جواكت احنا مركزين دلوقتي على جواكت التلج لان هي دي المهمة.
فانت بتقرر انت عاوز تلبس ريش ولا عاوز تلبس انسوليتد. انا عن نفسي بحب الانسوليتد مع انه هو غالي شويه في الثمن، بس انا بفضله عشان خوء يعني بيبقى خفيف جدا ولبسه كويس. الحاجه الثانيه ان انت في نوع، في للستات بقى بيبقى في جواكت طويله وجواكت لحد الوسط، الجواكت العاديه اللي احنا بنلبسها، في جاكيت طويل لحد الرجلين. فبرضه الستات لو بتحب الموضه دي بقى حاجه موضه يعني وتدفئه برضه، فالست لو حابه تجيب ده دي حاجه ليها. انا عن نفسي بحب الجواكت العاديه بتاعت الرجاله اللي هي الجاكيت بيبقى طويل. في جواكت تانية للرجاله من انواع تانية برضه بتبقى طويله بس انا مش بحبها. خليني اخد مثال معاكم كده، ده مثلا جاكيت اللي انا بكلمكم عليه اللي هو لحد الوسط، هتلاقوا موجود عنده ده تقريبا ب $157. الجاكيت ده ممكن تجيبه بعد التخفيض ب $70 حسب التخفيضات، الطبيعي $157 وفي حاجات ب 200. هتلاقوا هنا ايه شايفين، اومني هيت ثيرمال افكتيف، ميزته ان هو خفيف وبيبقى كويس. بس ده مثلا انا يعني شايف الفيل باور دي اللي انا بكلمكم عليها، فيل باور داون انسيوليشن اللي هي نسبه العزل بتاعته، ده فوق ال 550، ده ممتاز 650 فيل باور زبت وبندنج كاتس وامبورتد، ده ما فيهوش برضه حته ان هو مش كاتبين ووتر ريزيستنت، مع ان انا مش متاكد، هو المفروض يبقى ووتر ريزيستنت بس هم مش كاتبين دي، فدي تقلق شويه. ده الجاكيت التاني اللي انا بقولكوا عليه اللي هو بيبقى طويل للستات، موجود هنا اومني هيت برضو ووتر ريزيستنت اهوت كاتبينها، و سيناتيك داون انسوليشن مش كاتبين، مش كاتبين كام، وكل بقى المواصفات بتاعته تمام. زي ما احنا قلنا في الاول في انسوليشن وفي اللي هو الداون تمام. خلينا ناخد الداون كده ونشوف ايه. اولا هتلاقوه هنا سعره ما بيبقاش غالي، هما قريبين من بعض تمام، بس تعالى شوف هنا. اولا بيبقى تقيل لانه بيبقى مليان من جوه ريش، ووتر ريزيستنت ده كويس 550 نفس الافكت يعني، الانسوليشن تقريبا نفس الكلام طبعا 650 فما فوق افضل طبعا. وانتيرير سكيورتي بوكيت، فيه جيب داخلي وزبت هاند بوكيت ومش عارف بيندنج ات كافس دروب تيل، اوكي دروب تيل اللي هو جزء نازل تحت الوسط يعني، اوكي كل ده كويس. تعالوا بقى نشوف شكله عامل ازاي، شايفين الفرق من جوه طبعا معبي. طب ايه اللي يقول لنا اهو، شايفين ده جوه ريش اهوت، دي التكنولوجي. There is a huge movement into having material traceability in your supply chain and understanding where your products come from. The Responsible Down Standard is a global program held at the highest industry standard that allows Colombia to trace the raw material down through the supply chain to the finished product that reaches the retail. The Responsible Down Standard is an animal welfare standard that the animals are treated humanely from hatchling to end of life. And then through that process, we watch and track the down that happens at the very beginning at the farm level, and then we trace it to the raw material level where it's washed and processed to be clean. And then it's shot over to the finished good vendor that actually stuffs it into the baffles. That process is a process that Colombia tracks. We make sure that we can understand where our responsible down is in our product line from start to finish. Colombia is 100% committed to responsible down. Starting with fall 17, you will see our products labeled. تمام كل ده مش تبعنا خلاص، انا بالنسبه لي وصلت لكم الرساله. تعالى بقى نشوف الجاكيت اللي هو بالاومني هيت، هنا زي ما انتم شايفين ده بالاومني هيت اهوت تكنولوجي. ايه الفكره في التكنولوجي دي، شايفين شكله بيبقى عامل ازاي، خفيف جدا لان طبعا مش متعبي ريش، هو التكنولوجي في المكان ده بس تمام. هنا في ميزة كمان ان هو معاه حاجة شبه الجلوفز الخفيفة كده اللي بتدفي ايدك. We've spent decades inventing better ways to keep you warm. OmniHeat was our first thermal technology designed to reflect and retain body heat. High performance fabrics are combined with a series of patented silver dots to provide enhanced warmth. And it's breathable. So your temperature stays regulated and you stay comfortable. It was made for the cold and tested to perform.
OmniHeat reflects your heat to provide instant warmth. تمام. هو التكنولوجيا دي مبنية على ان هي تخزن حرارتك في الجسم وتخلي الحرارة ثابتة، وهي مبنية على كده، وهي تقنية طبعا مش بيقولوا ايه هم عاملينها ازاي، دي تقنية خاصة بيهم، ودي بتخلي الجسم دايما محتفظ بدرجة الحرارة. طيب انا اشتري دلوقتي ماركتين ايه؟ يعني انا عاوز اشتري ماركات، اجيب ايه؟ ترشيحات انا الشخصية ليكم، في ماركتين مشهورين هنا جدا وهم كولومبيا وماركت نورس فيس، دول اشهر ماركتين موجودين في نورس امريكا، ودول كويسين جدا. يعني انت لو قدرت تجيب حد منهم مثلا بالاومني هيت، وده ريكومنديشن مني ليكو، يعني دي كويسه جدا. الاسعار مع الويب سايت، وزي ما قلت لكم تستنوا العروض وكده. طب انا زي ما قلت لكم بستخدم الاومني هيت تكنولوجي، وهو ده الجاكيت بتاعي، ده انا جايبه في حوالي 80 دولار في التخفيضات. طبعا بقى قبل التخفيض بيبقى 100 وشويه، 130 140 150، في ب 200 بيوصل 200، انت وظروف السيزون، وطبعا انت عارفين بيبقى الحاجه جديده ولا قديمه، الموديل قديم ولا جديد وكده. فدي حاجات كلها تسويقيه انا ماليش دعوه بيها، انتوا ممكن تجيبوا من على الويب سايت وتشوفوا الانسب ليكم. زي ما قلت لكم اهم حاجه الداون انسوليشن يكون اكتر من 550. دي هنا ده بيستخدم الاومني هيت تكنولوجي، نفس الكلام، الجاكيت خفيف، شايفين السمك بتاعه عامل ازاي، وده يسد معاك لحد ماينس 30. انت ده مجرد ما تلبسه كده فوق، يعني انت محتاج تبقى لابس اولا سيرمال، تبقى لابس سيرمال تحت الهدوم، ده بنسميه سيرمال. ده سيرمال ده حاجه خفيفه زي عندنا في مصر بنسميه الكلسون وكده، بنبقى لابسين كلسون تحت الهدوم، بس السيرمال ده بيبقى اخف من الكلسون، الاتنين مفعولهم تقريبا واحد، بس مست السيرمال انا بحبه لانه خفيف، وده بيبقى سعره حوالي 10 دولار للقطعه، ال 15 دولار، وفي حاجات بتاع ب 30 دولار. انت ويعني تقديرك للحاجه، اي سيرمال بيأدي الغرض يعني. فانت بتلبس سيرمال تحت يعني فوق الملابس الداخليه وكده، وبتلبس تحتيه بقى جاكيت او اي حاجه، مش يعني مش لازم تبقى مكتم نفسك ولابس حاجات تقيله، انت بس تلبس تحتيه تيشيرت عادي خالص، والجاكيت تيجي تلبسه في ايه. تمام. يعني ممكن اقلع ده كمان، انا لابس تحته حاجه، ممكن اقلع ده ما عنديش مشكله يعني، فبلبس ده فوقيه. تمام. وخلاص بتقفل الجاكيت لحد هنا، اقفل الجاكيت لحد هنا. في كمان هنا ميزه، دي اختراع جامد جدا، دي بتاخدها كده وتحطها، خلاص انت كده قافل المنطقة دي كلها. تمام. واي ايس كاب، خلاص انت طاقية عادية جدا على فكرة، تحطها كده بحيث ان هي تغطي الجزء بتاع ودانك، فانت كده قافل الودن خلاص. طبعا دي صغيرة شوية، انا عندي حاجات اكبر، فالمهم ان التغطية المكان ده. في نوع تاني من الطواقي بيغطي بس يعني بيسيب العين بس هي اللي باينة، ويغطي بقية الجسم، فانت كده بقيت متغطي، مفيش غير عينيك هي اللي باينة، ده في ماينس 30 وماينس 40 لازم يتلبس، ما ينفعش كده، احنا قلنا بفوق ماينس 30 اصلا الموضوع صعب جدا يعني. فالحد ماينس 30 ده بيتلبس، مفيش غير عينيك بس اللي باينه، وده عادي مفيش اي مشكله، وتقفل الجاكيت بتاعك خلاص قفلته تمام، انت كده فل الفل، وكده على فكره كويس جدا يعني، اللي انا لابسه ده كويس جدا. طيب محتاج ايه تاني عشان البرد في كندا؟ محتاج جلافز. جلافز دي انا جايبها ب 4 دولار من دولاراما، مش احسن حاجه على فكره. الاومني هيت تكنولوجي لما جيت اشوفها لقيتها بحوالي 60 دولار التو جلافز. تمام. وعلى فكره الجلافز في كندا اشهر حاجه بتضيع يعني، انت طبيعي بتشتري وترمي يعني، انت ممكن تحطه في جيبك يقع، فدي حصلت معايا على فكره عادي، فانت لازم تحافظ عليهم لو جايبهم بالاومني هيت، يعني بيبقوا غاليين في الديسكاونت، مثلا ممكن يوصلوا 20 ل 30 دولار، ودي حاجه انضف حاجه، ده هيسد معاك الماينس 30. ده معايا في ماينس 13 كان الهواء بيدخل، وكنت حاسس ان انا يعني عارفين بتحسوا هنا البرد، تحس ان في لسعه في جسمك، هي دي مشكله كبيره جدا يعني، واللسعه دي لو في ماينس 30 فما فوق، انت فعليا حرفيا ممكن يتقطع جسم من يعني جزء من جسمك، هتروح المستشفى خلاص الطرف ده ما عادش له لازمه لانه اتجمد، فبالتالي الدكتور بيشيله، فالبروده هنا ممكن تموت حرفيا. فلذلك انت لو اتدفيت ولبست اللبس الكويس مش هتحس بالبروده. تمام. زي ما قلنا لحد ماينس 30، فده ممكن يسد معاك برضو انك تحط ايدك في الجاكيت، يعني تلبسه وتحط ايدك في الجاكيت، تطلع تجيب حاجه بسرعه وتحط ايدك، يعني ممكن يسد معاك في الشتاء، مش لازم تجيب حاجه غاليه، بس انا برشح تجيب اللي هو بتاع كولومبيا، اللي هو انا منتظر يحصل عليه تخفيض حتى،
بالاومني هيت تكنولوجي، ده انضف حاجه وكويس جدا وهيسد معاك بطريقه ممتازه يعني. محتاجين ايه تاني؟ اهم حاجه دي كبيره وشكلها كبير فعلا مزعج يعني، كانك لابس حذاء كبير، شايفين شكله عامل ازاي، وغالي مش رخيص، ده ممكن يوصل 100 وشويه، ممكن في التخفيضات برضو تجيبه برقم اقل، ممكن تجيبه ب $80، بس ده لازم. هنا التلج في الشوارع في كندا بيبقى مغطي كل حاجه، والتلج ما بيسحش، التلج بيفضل يتراكم فوق بعضه، فانت بتمشي على تلال من التلج، فبالتالي لو لابس كوتش عادي، الكوتش بتاعنا العادي والجزم العاديه، مش هتسد معاك، لان التلج لما بيلامس جسم سخن بيسيح، فهيبقى ميه، فالميه دي هتخش عندك في الشراب وانت لابس كوتش عادي، فبالتالي رجلك هيبقى فيها ميه، الميه الجو بره ماينس وشويه، فالميه اللي دخلت عندك دي هتسبب لك ان رجلك تتجمد، انت هتحس بالبرد جامد جدا في رجلك. لكن ده ميزته ان هو معمول ضد التلج، مفيش ووتر ريزيستنت، مفيش ميه تخش، سامعين؟ مفيش خالص، ده انت لو دوست عليه اصلا مفيش حاجه، عازل للميه، فالميه ما بتدخلش جوه، وموجود معاك لحد الطبقه دي، فانت حتى لو غرست في التلج التلج مش هيخش، خلاص انت مقفول عليك كده، تمام؟ فده ميزته كويس جدا. ومن تحت دي عشان ما تتزحلقش، يعني دي الميزه ان انت عشان الزحلقه والكلام ده كله بيقلل من الاحتكاك، فانت عندك احتكاك مع الارض بيحاول يقلل من الزحلقه، الكوتش العادي بتتزحلق جامد جدا، الاراضي بتبقى مزحلقه جامد هنا بطريقه مش كويسه يعني. فهو الهدف زي ما قلت لكم ان انت تجيب الحاجات المناسبه، في برضه بناطيل خاصه بالتلج بتجيبها، بتبقى برضه بالتكنولوجيا بتاعت الاومني، بس انا ما عنديش مشكله طالما الجزء الفوقاني متغطي 100% هو ده اهم حاجه، مش هتحس بالبرد قوي يعني، الجزء التحتاني ما بيبقاش قوي لو انت لابس ثيرمال ولابس بنطلون جينز، انا لماينس 13 وماينس 14 ما كانش عندي مشكله، ما جربت الصراحه ماينس 30 لسه، ممكن ابقى اقول لكم رايي في ماينس 30، تمام؟ بس لحد ماينس 13 وده الطبيعي يعني في معظم كندا، لو انت عملت اللي انا بقولك عليه ده هتبقى مستريح كويس جدا، وهتبقى ماشي مش حاسس ان انت لابس لبس كتير، وبالعكس يعني هتبقى الدنيا معاك ان شاء الله كويسه. طيب انا هل محتاج البس كل ده جوه البيت؟ لا، انت مش محتاج تلبس كل ده جوه البيت، تمام؟ ليه بقى؟ لان انت جوه البيت اصلا مش بتحس بالموضوع بتاع البروده ده، البيوت هنا كلها متدفيه، فانت جوه البيت ممكن تلبس تيشيرت بنص كم حسب انت عاوز ايه. انا عن نفسي بحاول اقلل درجه الحراره، ما بحبهاش عاليه قوي، 16 17 20، وبلبس لبس عادي جوه البيت، لان البيوت هنا كلها متدفيه، انت فعليا ممكن تكون في بلدك الام بتحس ببرد اكتر من كندا فعليا، انا مش ببالغ في المعلومه دي، انت جوه البيت انت كانك عايش في عالم تاني خالص، جوه بره البيت انت تلج، وجوه البيت دافي جدا، لان البيوت هنا كلها متدفيه. هوريكم دلوقتي نظام التدفئه عامل ازاي. زي ما احنا شايفين ده نظام التدفئه، ده بيبقى في كل البيت، في كل الاوض، في كل مكان، وده متوصل بنظام تدفئه مركزي. ده مثلا منظر التلج من شباك الأوضة عندي، شايفين التلج عامل ازاي بره، وده التدفئة شغال، احنا مش حاسين بالبرد خالص، بس لو انت شايفين المية عمالة تنزل بعض التلج زي ما انت شايفين بيسيح، تمام؟ فبيكون الشكل عامل كده بره البلد معظم الوينتر تايم يعني. نظام التدفئة المركزي بتطفيه او تشغله، هنا احنا مشغلينه اهوت ومخلين درجة الحرارة 22، طبعا تقدر توصل بدرجة الحرارة زي ما انت شايفين 25 26، وصل لحد 26، طبعا دي عالية جدا، انا ما بحبش كده، احاول اخليها 20، مثلا 19 كويس جدا. وزي ما قلنا نظام التدفئة موجود في البيت كله، فبالتالي انت هنا تقدر تفتح وتقفل اون او اوف، بس موضوع سهل جدا خالص يعني. في النهاية موضوع التلج في كندا ده، في النهاية موضوع التلج في كندا ده مش مزعج قوي زي ما الناس متخيلة، هو مزعج شوية لو انت مش معاك عربية، طبعا العربيات يفضل لو انت تعرف تجيبها فيها ريموت ستارتر، بحيث وانت قاعد مثلا في البيت تشغل العربية بالريموت وتبقى سايب التدفئة شغالة، فتنزل على طول تركب العربية وانت متدفي، فالجزء بتاع المسافة بس اللي في الشارع ده اللي انت هتحس بيه في البرد، ومش هيبقى قوي قوي كده. في العربية طبعا لو العربية متدفية تقدر تقلع الجاكيت وتمارس حياتك عادي جدا.
ف يعني ما تشغلوش بالكم قوي، لو انتوا عاملين الاستعدادات بتاعتكم قوي مش هتحسوا بالبرد. زي ما قلت لكم قبل كده، انت فعلا بتحس في بلدك الام بالتلج اكتر ما بتحس بيه في كندا. الطقس هنا صعب ومش سهل وفي عوائق كتير، بس الناس مستعدية للموضوع ده وهي دي الميزة. في النهاية حابب أشكركم كلكم، وأتمنى أكون قدمت لكم حاجة مفيدة، خصوصا لو أنتوا جايين البلد جديدة جديد، و خصوصا لو أنتوا جايين البلد جديد. وأتمنى إن أنتوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو عجبتكم الحلقة، وشكرا ليكم، أشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة، باي.